إليس نايفر، واحد من عمالقة الفن اللبناني والعربي، نقش اسمه بسماء التمثيل كواحد من أبرز الممثلين اللي أثروا الشاشة اللبنانية والمسرح اللبناني على حد سواء. ولد ببلدة الحدث سنة 1935 وترعرع ببيئة نابضة بالحياة الثقافية والاجتماعية، ومن نعومة أظفاره بدأ على إلي حب كبير للفن، فشارك بمسرحيات قريته لما كان بالثانية عشرة من عمره، وكانت هاللحظات بمثابة الشرارة اللي أطلقت مسيرته الفنية الطويلة والغنية. بهالسنوات الأولى أسس إلي فرقته المسرحية الخاصة اللي برمت بالعديد من القرى وقدمت عروضها الترفيهية اللي جعلت منه نجم محبوب، ولكن طموحه كان أكبر من حدود القرى الصغيرة، فتقدم بطلب للانضمام إلى الإذاعة اللبنانية، إلا أنه لثغته اللي كانت بتميزه شكلت عائق أمامه، ولكن هيدا ما منعه من المثابرة، وبعد عدة محاولات انضم أخيرا للإذاعة سنة 1958، وهنيك لمع نجمه كممثل موهوب وصار يبهر الجميع بموهبته الفذة اللي قادته لاحقا للتلفزيون. عام 1959 خطأ إلي أول خطواته على شاشة تلفزيون لبنان عبر برنامج الأمير الضفدع، ثم انضم إلى فريق عمل برنامج يسعد مساكم مع أديب حداد المعروف بأبو ملحم. كان الدور اللي بيقوم فيه إلي دايما هو دور الشرير، ولكنه كان بيتمتع بأسلوب تمثيلي بيأسرك بأدائه. 750 حلقة جسد فيها إلي أدوار معقدة ومميزة بالبرنامج، حيث تماها مع شخصياته لدرجة أنه البعض اعتقد أنه هيده صفاته الحقيقية. وإلى جانب يسعد مساكم، تميز إلي سنايفر بعدد كبير من الأدوار التلفزيونية الشهيرة مثل مسلسلات حكمة المحكمة وأربع مجانين وبس والضيعة بألف خير. نجاحاته لم تقتصر على التلفزيون بل امتدت للمسرح، حيث أدى أدوار من روائع الأدب العالمي مثل شخصية أحدب نوتردام والوحش والبخيل لموليير، وكان يجسد هالشخصيات بإحساس عميق جعلت منها أيقونات لا تنسى. كمان قدم دور مختار المخاتير بمسرحية ميسر ريم. وإلى جانب المسرح، شهد سنايفر فترة تألق بتعاونه السينمائي مع الأخوين رحباني لما نقدم معهم فيلمي بنت الحارس وسفر بارلك. ومن الأدوار اللي لمعت بمسيرته كان دور جمال باشا السفاح اللي قضى 6 أشهر بالبحث والتعمق بتاريخه حتى قدم الشخصية بمستوى أثار الإعجاب العالمي، وحاز من خلاله على ميدالية الاستحقاق الفرنسية سنة 1965. وبسبب هالدور كاد إلي يفقد حياته لأنه تعرض لحادث التسمم بسبب شربه كمية كبيرة من مشروب غازي تم وضعه بكوب من النحاس أثناء تأدية الدور. برع إلي كمان بمجال الإذاعة، حيث قدم أعمال خالدة مثل توت توت عبيروت وأبو ملحم، وكان بيتميز بحضوره والصوت اللافت اللي بيطفي على برامجه الصبغة خاصة. وعرف إلي بحرفيته العالية وحبه للتمثيل، وعن هالشي بتقول زوجته حياة إنه كان يعطي التمثيل وقته الكامل، وإنه بيتهم كان مكان بيجمع بين الغناء والفرح. وبرغم هالحب للتمثيل، فقد أصر إلي على ألا ينخرط أبنائه بنفس المجال، بل دفعهم لمتابعة مسيرتهم بالطب ليصيروا من الأطباء الناجحين. ما فينا نحكي عن إلي سنايفر من دون ما تتوقف شوي عن دوره بشخصية الأخرس المستوحاة من أحدب نوتردام. هالشخصية كانت بمثابة حلم الطفولة اللي سعى لتحقيقه من لما شاف الفيلم الأمريكي المقتبس عن رواية فيكتور هوغو، وما كانت هيدي مجرد تجربة تمثيلية بالنسبة له، بل كانت شغف دفعه لحدود الإبداع والتفاني، إذ جسد الشخصية بعبقرية جعلته يحصد وسام الاستحقاق اللبناني تقديراً لأدائه المبهر. إلي سنايفر كان معروف بحياته العائلية المفعمة بالحب والاستقرار، وقد تزوج من السيدة حياة خليل سنة 1971، وذلك
على الرغم من أنه عائلة زوجته اعتبرته شرير ومدمن متأثرة بأدواره اللي كان يقدمها على الشاشات، فرفضوا بالبداية الموافقة على ارتباطه ببنتهم. ولكن تم الزواج وأنجبوا إلي وحياة ولدين، هن إلي وباتريك اللي صاروا فيما بعد طبيبين مرموقين. ورغم ولع إلي بالفن، كان حريص على ألا يسلك أبناؤه طريق التمثيل، فشجعهم على متابعة دراسات بالطب لينجحوا بعيدا عن عالم الشهرة اللي هو كان عايشه. عائلته كانت مصدر سعادته واستقراره، وكانت بتجمعهم أجواء مليانة بالفرح والمرح، حيث عرف عن إلي عشقه للموسيقى والغناء، وكان بيته يعج بالبهجة والغناء العفوي، وكانت مرته سند لإله بمسيرته، وكانت بتدير محل الألعاب افتتحوا ببلدته الحدث، وبتساهم بتربية أبنائه وإدارة شؤون البيت ليتمكن هو من التركيز على فنه من دون ما ينشغل بهموم الحياة اليومية. مسلسل ست الحبايب يا بابا بيعتبر من أشهر أعمال إلي صنيفر وأكثر تأثيراً، حيث جسد فيه دور الأب العطوف والمرح اللي بيسعى لتربية أبنائه الثلاثة بعد وفاة مرته، وذلك ضمن قالب كوميدي اجتماعي هادف. تم عرض المسلسل بالثمانينيات وشكل تحدي كبير لإلي، إذ كان يجسد الحياة العائلية اللبنانية بكل شيء بتحمله من دفء وترابط. المميز بهالعمل إنه أولاده الحقيقيين إلي وباتريك شاركوا البطولة وأدوا دوري سامر وزياد، مما أضفى على المسلسل أجواء واقعية ودافئة لمست قلوب المشاهدين. وقدر إلي صنيفر من خلال هالدور إنه يظهر جانب لطيف وخفيف الظل من شخصيته، مما جعله قريب من قلوب الجمهور وعزز مكانته كرمز فني عائلي محبب بلبنان. إلي صنيفر ما كان مجرد فنان، بل كان إنسان بمعنى الكلمة. عرف عنه مساعدته للكثير من زملائه اللي عانوا بأيامهم الأخيرة، وقف إلى جانبهم بكرم إنساني ووعي مجتمعي كبير، وما كان بيسعى للشهرة أو السلطة، بل كان بيسعى للفن الحقيقي، ما جعل منه رمز من رموز الفن اللبناني المعاصر. بالسنوات الأخيرة من حياته عانى إلي من تجاهل الساحة الفنية لإله، ولكنه بقي وفي لفنه حتى النهاية. قدم آخر أعماله الإذاعية ببرنامج توت توت ع بيروت، وظهر بآخر أعماله المسرحية ثورة شعب عام 2002، ليرحل عن عالمنا ب 30 آب أغسطس من سنة 2005، تاركا وراء إرث فني خالد وأثر لا يمحى بقلوب محبي. إلي صنيفر كان أكثر من مجرد ممثل، كان قوس قزح بعالم الفن اللبناني. كل شخصية قدمها كانت بمثابة قطعة فنية نابضة بالحياة، وكانت روحه حاضرة بكل مشهد وكل حركة على المسرح. ترك بصمة لا يمكن محوها بالتلفزيون والإذاعة والمسرح اللبناني، وساهم بنهضة الفن وجعل من لبنان مركز مشع للفن بالشرق العربي.